العمل في تمييز واضح، مع أنه في كتير من الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم كفاءة. وحتى لو حصلنا على عمل لازم يعرف المشغل أنه هذا حق وليس منا. وكمان في كتير من الأماكن مش معي حقي أني أصل لها الأماكن. تحكيش عن المواءمة، لأنه في كتير شغلات بتروح علي لأنه الأماكن مش موائمة. عشان هيك كان تدخل المنتدى الاجتماعي التنموي بإطلاق مشروع تحسين الاستجابة المحلية لحقي العمل والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة بقطاع غزة. هذه الأدوات قادرة إنها تكون سبيل ونافذة مهمة لهم لكي يضغطوا على جهات حكومية مسؤولة للحصول على حقوقهم، أو لجمع عدد أكبر من الناس للانضمام إليهم في جماهيرية كبيرة جدا من خلالها بيقدروا إنه يصلوا إلى كثير من الحقوق المهضومة اللي هي أساسا حقوق أي إنسان طبيعي. بعد هذا التدريب أنا استفدت كثير، طورت مهاراتي في استخدام السوشيال ميديا، الإعلام الجديد، كيف آلية التأثير الصح. ما يتطلع له هذا التدريب هو أنه يكون في عنا في نهاية التدريب مجموعة من المفاهيم والقيم والأمور المتعلقة بإدارة حملات الضغط والمناصرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي ممكن بعد هيك تخرج بخطة مناصرة بتشتغل عليها المؤسسات بالتشارك وبمشاركة المنتدى الاجتماعي التنموي طبعا وإدارته. أنتوا عندكم خلل، إذا هذا الخلل بنعالجه. يعني بشكل أساسي هذا البرنامج التدريبي يأتي استجابة للمشروع الذي ينفذ المنتدى الاجتماعي التنموي بهدف تأطير وتكوين مجموعة من الناشطات والناشطين ضمن المشروع من أجل إكسابهم المهارات والقدرات والمعارف في ميدان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على الآليات والميكانيزمات الدولية الخاصة بالدفاع وأنشطة المناصرة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بس كحد أدنى تمام، عشان إنك دولة فقيرة، دولة فلسطين وبادية تمام، يكون في مدرسة واحدة تستوعب ذوي الإعاقة موجودة والمواءمة موجودة فيها. نظرتنا للإعاقة كأشخاص، كبكرة إن شاء الله عاملين في مؤسسات، كمتبنين لقضية الإعاقة، بكرة نصير مناصرين، مهم نعرف تعريف الإعاقة الصحيح. الهدف من الورشة تنمية مهارات ومعارف المشاركين بالاتفاقيات والقوانين الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. حكت على القانون الفلسطيني رقم 4 لسنة 99 اللي الأغلب منه مش مطبق عنا بمجتمعنا الفلسطيني. وعدك لنا لا تبدلوا، نبقى سوا ويبقى الهوى قلوبنا صافي وحلو. يسعد صباحك، يسعد صباحك، يسعد صباحك يا حلو. ينص القانون الفلسطيني والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة موائمة المنشآت باختلاف أنواعها لضمان سهولة الحركة والتنقل الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الحلقة كانت تنفيذ منتدى الاجتماع التنموي ضمن مشروع الشراكة من أجل المستقبل. في الختام هذه تحيات فريق العمل. نحن كاتحاد
الاتحاد عام للمعاقين الفلسطينيين احدى شركاء اللجنه المحليه ضمن مشروع الاستجابه لحقي الوصول والعمل لمناصره حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه حيث خلق بيئه مناسبه دون قيود لسهوله حركتهم وتنقلاتهم وايضا حقهم في العمل وتوظيف نسبه 5% من الاشخاص ذوي الاعاقه. المنشآت العامة والخدمية. يا سيدي حياكم الله، نحن تشرفنا أن نكون دعم للأخوان والرأي احتياجاتهم الخاصة في الوصول إلى أي مكان أو لأي مؤسسة أو أي منشأة داخل البلد المنطقة بأسهل طرق بدون صعوبات أي تذكر إن شاء الله. إن شاء الله. شرفنا نخدم هذه العينة الخاصة بالمجتمع مراعاة لظروفه، يعني حتى نوصلهم لأي مكان ويأخذوا حقهم في الوظائف الممكنة أو نقدر عليها أو نساعدهم في أي وصول دون أي إهمال لهذا الشريحة، وبالعكس احنا نساعدهم ونرفع معنوياتهم ونصل بهم إن شاء الله لمكانهم الطبيعي في المجتمع إن شاء الله. احنا رايحين على نادي المصدر، نادي المصدر موائم المكان. مش بس نادي المصدر اللي وقع معنا، كتير مؤسسات تجاوبت ووقعت معنا على حقي العمل والوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. احنا بخصوص نادي المصدر الرياضي، يعني كان قبل الاعمار فيش في موائمه، لكن بعد عدت الاعمار كان يعني انه نسبه المعاقين او نسبه الاعاقه سواء في قريه المصدر او خارج القريه زاد العدد، فكان من حرصنا عليه من نادي المصدر من ناحيه الدينيه وهذا انه يكون النادي موائم لكل الاشخاص. احنا في مشاريع الاعمار الاستراتيجيه المتبعه استراتيجيه سيلف هيد، بمعنى ان احنا بندفع فلوس للبنفيشرز على دفعات وهو بيعمل ما يلاه. هذه المؤسسه التي كانت احد يعني احد المؤسسات اللي شاركت في ورشه عمل وقدمنا لهم نقد وتقييم لادائهم، فكانوا مشكورين انه استعدوا لاستماع ملاحظاتنا على ارض الواقع. كمان مش بس دور لجنة الانتخابات، هذا بالأساس دور مؤسسات اللي بتعمل بشؤون ذوي الإعاقة. لا لسه ما خلصناش، لسه في حواجز. المنتدى لحاله ما بكفي، كلنا لازم نكمل المشوار.